عشم خدني معك خدني خدني عشم خدني معك قبل الضيل ما بتنام خدني معك قبل الضيل ما بتنام خدني معك خدني خدني عشم خدني معك خدني خدني عشم خدني معك قبل خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي مبين حني لشي. صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم يحضرونا، صباح الأمل والنشاط والمحبة، صباح الشام اللي هي دائما عم تجمعنا. من حديقة تشرين وتحديدا من مهرجان الشام تجمعنا بجميع فعالياته اللي عم نرصدها دائما، إن كان بحوارات خاصة أو من خلال برنامجنا الصباحي. رح نطلع عليكم اليوم مثل العادة بمواضيع مهمة بتهمكم، بتهم الأسرة وبتهم كل شرائح المجتمع. إن شاء الله يا رب تكون هالفقرات عم تنال إعجابكم، تحقق لكم الفائدة. لكن قبل ما نبدأ بفقراتنا رح صبح على زميلتي ليا. صباحك ليا. صباح الخير زينب، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد عم نبتدي سوا، إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل المحبة، وهيك صفوا قلوبكم وقولوا يا رب وانطلقوا إلى العمل أو انطلقوا إلى الحياة ببداية نهار جديد بعيدا عن الطاقة السلبية وخاصة يلي موجودة حوالين الواحد. صباح الخير عن جديد. خلينا نروح لفاصل صغير ومنرجع منبلش صباحنا لليوم. أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحبب جراح. يعني أكيد ليا مثل ما حكينا بالمقدمة، أكيد يعني نحن ضمن مهرجان الشام تجمعنا في كتير من الفعاليات وكتير من يمكن العجقة اللي عم نشوفها ونرصدها عبر حوارات خاصة، كتير من المواقع الجميلة يلي عم نطلع فيها. نحن دار السلام قالوا لنا هون باب السلام، دار السلام مدرسة هون باب السلام. أكيد كل يوم عم نطلب لوكيشن جديد له يمكن مكانته الخاصة عند كتير من الناس. يمكن نحن من خلال تواجدنا ايضا خلال زياراتنا عم نشوف قد ايه العجقة حلوه وبترد الروح عن جد. اكيد ليا، هلا شو عنا؟ هلا بدنا نروح سوا يا زينب لحتى نشوف مع بعض معلومات عن اغذيه بتفيد الجسم بالوقايه من امراض السرطان. خلونا نتابع سوا. اليوم 27 تموز، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة للذاكرة اليوم. بعام 1954 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء البريطانية عن مصر. بعام 1982 رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ 11 عاماً. بعام 2010 جرافات العدو الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب التي تقع شمال مدينة بئر السبع في النقب بالكامل. بعام 2018 حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين حتى التاريخ المذكور. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1835 جوزيه كارادوكتشي،
شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1906. بعام 1977 سلافة وخرجي ممثلة سورية، ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1841 ميخائيل ليمانتوف شاعر روسي. بعام 1980 رشدي أباظة ممثل مصري. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم 27 تموز. نهاركم سعيد. بعد ما قلبنا برزنامة اليوم يا زينب، هلا لوين رح نروح؟ رح نروح لأولى فقراتنا ليا، محطتنا الأولى مع هيئة عامة ذات طابع علمي تعرف باسم هيئة التميز والإبداع، والتي تتولى متابعة شؤون رعاية التميز والإبداع والموهبة بجميع أنواعها وأشكالها من خلال التنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة بالجمهورية العربية السورية. زينب، بتهدف الهيئة للبحث عن المتميزين والمبدعين وتشجيع دعم القدرات بمجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع، وأيضا توفير بيئة للمواهب والتميز والإبداع. ولنحكي عن آخر النشاطات والإنجازات بيصرنا نرحب اليوم ويشاركنا بصباحنا لليوم الأستاذ مالك حمود، المدير الإعلامي لهيئة التميز والإبداع. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أسعد صباحك أستاذ. يعني بالبداية خلينا نعرف أخبار المشاركات السورية بالأولمبياد العلمي. الحمد لله، طالما عم نحكي عن التميز والإبداع ففي حالة تميز وإبداع بالشغل، بالمشاركات، بالتحضيرات، بالنتائج. الحمد لله موسم حلو على التميز السوري، على الشباب السوري، في بسمة سورية كانت، في صيحة سورية مدوية على مستوى العالم كانت الفرق الأولمبياد العلمي السوري. بس ولكن خليني أعرج بس على نقطة مهمة، إنه مشروع هيئة التميز والإبداع يندرج تحت مظلته ثلاث إدارات، ثلاث محاور مهمة كتير اللي هي الأولمبياد العلمي السوري ومسابقاته ومنافساته، المركز الوطني للمتميزين وما يخص طلاب الدراسة خلال مرحلة التعليم الثانوي بحالة تخصصية، المرحلة أو المحور الثالث والإدارة الثالثة اللي هي إدارة البرامج الأكاديمية اللي تعنى بالطلاب المتميزين خلال دراسة المرحلة الجامعية وما بعد الدراسات العليا. الأولمبياد العلمي حاليا هلأ موسم عمله يلي هو الخارجي أو الدولي. نعم. كانوا بالشهر الماضي كله كان تحضيرات للفرق الوطنية الحمد لله، بعد منها كانت التحضيرات ناجحة ونوعية للطلاب حصرا اللي راح يشاركوا بالعالمي. المشاركات بدأت بالرياضيات ببريطانيا، ورغم صعوبة تأمين المشاركة والإلحاح السوري والعزيمة السورية لإثبات حضور سوريا ومشاركتها وسط الحصار الدولي، الحمد لله أثمرت عن وجود وأثمرت عن حضور ومنافسة. انتزعوا الشباب السوريين ميدالية فضية، ميدالية برونزية، ثلاث شهادات تقدير، خمس طلاب توجوا من أصل ستة أعضاء الفريق. كانت حصيلة بصراحة نقول حصيلة جيدة الحمد لله ومفرحة للسورية ولشباب سوريا. أيضا كان فريق علم الأحياء عم يشارك أيضا بالأولمبياد العالمي، فريق علم الأحياء قدر كمان يحقق ميداليتين برونزيتين، يعني أربع شباب كانوا أو أربع مشاركين شابين وبنتين، كان اثنين منهم عم يتوجوا بميداليتين برونزيتين. حاليا فريق المناظرات يشارك أيضا في تايلاند بالبطولة العالمية للمناظرات، أيضا فريق الكيمياء في فرنسا يتنافس أيضا على، يعني هلأ يعني إن شاء الله بال 24 ساعة القادمتين إن شاء الله بتجي أخبار حلوة إن شاء الله. والأسبوع القادم فريق المعلوماتية أيضا يشارك في أذربيجان. فبنقول الحمد لله حضور سوري فاعل ومشرق ونتائج الحمد لله مبشرة. أستاذ مالك، خلينا هيك نحكي أكثر، يمكن سنة عن سنة عم يكون في مشاركات كثيرة، وأكيد نتمنى التوفيق ونحن منفتخر بكل طلابنا يلي عم نواكبهم ضمن تغطياتنا الإعلامية. خلينا نحكي عن نقطة، يمكن كل سنة منحط نحن برنامج ومنجيب فريق لسنة كاملة من الوقت. خلينا نحكي اليوم كيف بيتم حط هاي الخطة والتركيز على أي قسم أكثر من قسم؟ دائما الموسم العمل المحلي للأولمبياد العلمي السوري يبدأ مع بدء العام الدراسي، هي عملية تصفيات اختبارات علمية لانتقاء الطلاب اللي بيملكوا
موهبة التميز، مهارة التميز، مجرد عنده نواة التميز فهي الاختبارات المفصلية كافية أنه تعطيك النخبة. فبدءا من المدارس المحافظات للمدارس للمناطق للمحافظات للتصفيات النهائية، بالتصفيات النهائية أنت عرفتي الأوائل، توجتيهم كرمتيهم كافأتيهم، ولكن هون المرحلة الجاي هو مرحلة الشغل على المنتخب الوطني الفريق الوطني، تحضيره يتم تحضيره فرعيا ضمن محافظاتهم بإشراف لجان علمية فرعية وبمناهج علمية من اللجان العلمية المركزية. في حدا كان بالسنة الماضية يرجع يكفي؟ هلا دائما الفرق العلمية بالأولمبياد العلمي هي تضم طلاب الصف العاشر والحادي عشر والبكالوريا، وكل سنة بيصير تشيك على مستوى يعني اللي رسب بسنة أو ما تميز بسنة فيه يرجع يعيد؟ إذا كان هو عضو ضمن الفريق الوطني وبالاختبار القادم أثبت كفاءته فيحتفظ بمكانه ضمن الفريق الوطني. طبعا نحن الشباب بأكد على اللجان العلمية بالأولمبياد العلمي هي لجان تضم نخبة من كفاءات التعليم العالي والبحثي، يعني كلهم دكاترة اللي بيدرسوا، هلا مع احترامنا للكادر التدريسي بالمدارس والتعليمي، ولكن هون شغل غير، هون عم تشتغلي على نخبة، عم تشتغلي على مهارة تحليل واستنتاج بطريقة مختلفة. بالنهاية المطلوب هو هدفين، مطلوب تطوير هؤلاء الشبان أو أبناء سوريا الموهوب المتميزين المبدعين، تطويرهم وإيصالهم لحالة الإبداع العلمي التخصصي بالمادة اللي اختاروها والوصول فيها للعالمي، إحراز إنجاز عالمي. أيضا على المستقبل على المدى الاستراتيجي هو عملية صناعة علماء للمستقبل، لأنه هدول هن النواة، هن اللي راح يبنوا المستقبل بفكرهم وكل ضمن مادته العلمية، خصوصا في حالة في مرحلة أو خلينا نقول حالة الاحتضان اللي بتقدمه الدولة لهم وبتاخذ بيدهم لأعلى مراحل التحصيل العلمي، ومن ثم توظيف هالخبرات هي مستقبلا في مكانها الصح بالمراكز العلمية والبحثية لاستفادة الوطن من مهارتهم من إبداعهم من تميزهم، وهن يلاقوا نفسهم بالمكان المناسب. نعم استاذ، يعني بما انه عم نحكي عن الحدث المهم حاليا هو التسجيل، بدء التسجيل بالمركز الوطني، رح نتعرف اكثر على تفاصيل التسجيل بالمركز الوطني للمتميزين عبر الاتصال الهاتفي من اللاذقيه الدكتور مثنى قبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين باللاذقيه. يسعد صباحك دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. يسعد لي صباحك وصباح اللاذقيه وكل الطلاب المتميزين عندك. خلينا بالبداية دكتور نحكي مين بيحق له يسجل بالمركز؟ تمام، هلا شروط الانتساب لهذا العام هي 4 شروط. الشرط الأول أن يكون الطالب من السوريين أو من في حكمهم. الشرط الثاني أن يكون حاصل على شهادة التعليم الأساسي لهذا العام دورة 2019. الشرط الثالث وهو الشرط الأساسي أو خلينا نسميه الشرط العلمي، وهو أن لا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن 85% بعد تسجيل مادتي الرياضيات والعلوم، طبعا اللي هي علم الأحياء والفيزياء والكيمياء. بمعنى آخر نحن الرياضيات والعلوم مجموعها 1000 درجة، نضرب هالمادة باثنين، يعني عمليا صار عندي مجموع شهادة التعليم الأساسي زائد 1000، فصار المجموع النهائي من 4100. الطالب لازم يكون مجمع 3485. والشرط الرابع هو أن لا يتجاوز عمر الطالب 16 عام ب1/10/2019. تمام دكتور، خلينا نحكي يعني شو هي اهم مراحل الاختبارات يلي بيخضع لها الطلاب من قبل اساتذه مختصين ولجنه مختصه ايضا. اوكي، هلا عمليا تم تشكيل لجنه علميه في هيئه التميز والابداع هي المسؤوله عن الاختبارات اللي راح تنقام للطلاب، اللي هي اختبارات القبول. اختبارات القبول لهذا العام راح تتم على مرحلتين. المرحلة الأولى هو عبارة عن اختبار التفكير الرياضي المنطقي. الهدف هذه المرحلة هو قياس قدرة الطالب على التفكير الرياضي المنطقي في مواد العلوم الأساسية، يعني المواد اللي داخلة في الاختبار هي الرياضيات، العلوم، الفيزياء والكيمياء. وراء نحن هدفنا أو غايتنا دائما هي يعني بالنسبة للمركز الوطني للمتميزين هي مهارات الرياضية، التحليل، التفكير، بمعنى آخر هو الذكاء المنطقي. هذا الاختبار راح ينقام بتاريخ الأربعاء 21/8 في مديريات التربية بالتعاون مع وزارة التربية. مدة الاختبار 3 ساعات، حيكون انطلاقا من الساعة 10 صباحا. نعم. المرحلة الثانية هي عبارة عن المقابلة الشخصية.
المقابلة الشخصية. هذه المقابلة ستجرى في المركز الوطني للمتميزين أيام 2 و3 أيلول 2019 حسب محافظة الطالب، وبناء على إعلان تصدره هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية. الهدف الأساسي من المقابلة هي تقييم القدرات والسمات الشخصية للطالب، اللي هي معرفة الذات، الطلاقة اللغوية، ثقة بالنفس، دافعي والميول، اللي ما هي مجموعة من القدرات الخاصة بكل طالب. نعم، يعني على مرحلتين. نعم، يعني حكينا عن المراحل الاختبارات تقريبا بشكل مختصر. يعني خلينا نحكي دكتور مثنى، في معايير جديدة للقبول؟ في أشياء جديدة انطرحت؟ المعايير الجديدة الحقيقة هو في الاختبارين. يعني في الاختبار الأول سابقا كان الاختبار على القدرات المدرسية والمعرفية، اتجهنا هذا العام بعد ورشة عمل وبعد أكثر من اجتماع أقيم في هيئة التميز والإبداع. الهدف الأساسي للتعليم في المركز، يعني نحن طالبنا هو منتج للمعرفة وليس مستهلك لها، وبالتالي أو محتكر لها. هدفنا في المركز هو كل ما له علاقة في مهارات التفكير والتحليل الرياضي والمنطقي، لذا اتجهنا في الاختبار الأول إلى قياس قدرة الطالب على هذا النمط، يعني على التفكير الرياضي والمنطقي، من خلال لجنة علمية ستقوم بوضع هذه الأسئلة. كل هذه المهارات إن شاء الله هي مهارات طبعا قابلة للقياس، تكون ضمن الاختبار الأول. الاختبار الثاني أيضا هدفنا كان في المقابلة الشخصية أن تتوسع كل ما له علاقة في مهارات هذه المقابلة الشخصية، يعني راح تكون لجنة مختصة، مجموعة من الخبراء، الهدف منها هي قياس مجموعة من مهارات هذا الطالب ضمن المقابلة الشخصية. نعم نعم دكتور مثنى، نحن أكيد بدنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب، وأكيد بدنا نتشكر كل الجهود المبذولة يلي أكيد من لجنة التحكيم ومن حضرتكم يلي عم توصلوا هذا التميز إلى كل العالم. موفقين طلابنا بكل مراحلهم. بدنا نتشكرك كثير دكتور مثنى قبيلي، مدير المركز الوطني للمتميزين بفرع اللاذقية. أهلا. يعني خلينا نحكي استاذ مالك، يعني اخذنا فكره شوي طبعا من الدكتور مثنى عن مراحل الاختبارات والمعايير الجديده بمحافظه اللاذقيه، حكى لنا عن هي طبعا الجانب هذا الجانب. خلينا نحكي عن الفرق بين طلاب المدارس العاديه اللي عم يقدموا على الاولمبياد ومركز المتميزين، هل بيكون في فروق بالمستوى او فروق مثلا بالتعامل حتى؟ في فرق بمساراتهم، فرق بمساراتهم رغم تقاطعهم ببعض المراحل. الأولمبياد العلمية اختار طالب مادة واحدة علمية فقط، ممكن يختار فيزياء أو كيمياء ويجرب نفسه فيها، يتنافس، يتعلم، يتدرب على هامش أو على بشكل موازي للمنهاج المدرسي، لا يتقاطع مع المنهاج المدرسي أبدا. وإنما مركز الوطني للمتميزين هي عملية بناء ومحطة علمية لجيل جديد ومحطة بحياته، يعني هي تأخذ الطلاب الأوائل على مستوى الشهادة التعليم الأساسي. من هالطلاب النخبة كلها، يعني بالنهاية بتلاقي 60 طالب ينتقي المركز، هي عملية عمل نوعي. هالطلاب بيدخلوا 3 سنوات، 10، 11 بكالوريا إقامة داخلية. هون عملية بناء شخصية متكاملة للشاب المتميز، الشاب والشابة طبعا، شخصية متكاملة علميا، ثقافيا، فكريا، اجتماعيا. الشغل على الطالب بيكون أهم وأدق وأكثر تركيزاً من خلال الإقامة الداخلية. يعني الطالب عنده يومياً بحدود 5-6 ساعات تحصيل علمي صباحي، عنده بعد الظهر بحدود 3 ساعات جلسات علمية إسرائيلية، جلسات علمي بالمخابر، مؤتمر العلم، السبت العلمي، دائماً في نشاط دائم على مدار السنة، أضف للنشاطات الترفيهية والثقافية. فإذاً الطالب من خلال هالمرحلة هي 3 سنين بحس حاله دخل بعملية نضج معينة، نضج علمي فكري ثقافي اجتماعي. حتى طالب المتميزين بتلاقيه طليق متحدث، بيعرف كيف يقدم نفسه للمجتمع، لأنه حتى يشغل عليه بعملية مهارات التواصل، بعملية يعني كتير تنمية المهارات كتير مهمة عندهم. هدول الطلاب المتميزين بالنهاية ما بتتوقف عملية إعداد لنفس منهاج التعليم المدرسي، وإنما في شغل كتير على الجانب العملي، في شغل كتير على المخابر، في عمل بحثي، بيشتغل على المنهاج
نصف المفتوح، يعني بياخذ المحاضرة الطالب بالصف ولكن بيستكمل المحاضرة من خلال عودته للمراجع العلمية سواء عبر النت أو عبر المكتبة لحتى يقدر ينمي عنده مهارة التعلم الذاتي واستنباط المعلومة أو استكمال المعلومة. خلينا نقول لما بتشوفي طلاب المركز الوطني المتميزين عم يشاركوا مع طلاب جامعة تشرين بمشاريع علمية بمعرض العلم الجامعي، بتعرفي مين هنين طلاب المركز الوطني المتميزين. المرحلة لا تتوقف عند المركز، المرحلة هناك محطات أخرى لهؤلاء الطلاب المتميزين، احتضان كامل، يعني الدولة بترعاهم. خليني أقول بصراحة بين قوسين، أي طالب يدخل المركز الوطني المتميزين ضمن مستقبله لآخر نقطة علميا ومهنيا، لأنه بعد مرحلة التعليم بالمركز في عندك البرامج الأكاديمية اللي هي الدولة بتحتضنه بالدراسة الجامعية، هناك برامج خاصة بالطلاب المتميزين أحدثت لهم بالجامعات والمراكز البحثية سواء بجامعة تشرين أو بجامعة دمشق أو بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، مثل ميكاترونيكس، مثل علوم الطبية الحيوية، مثل هندسة المواد، مثل هندسة الطيران، مثل تقنية الليزر، مثل المعلوماتية، اختصاصات كلها لهم لحتى يكملوا فيها. خلص دراسة جامعية ايضا البعثات الافادات الخارجيه، يعني افاد محلي كان افاد الخارجي لدراسات الدكتوراه، حاليا ثلاث اجيال بالخارج يتابعون تحصيلهم العلمي العالي وبتفوق، انتهى تحصيلهم العلمي لاخر حد بيرجعوا مثل ما قلت لك مضمون مكانهم بالصروح والمؤسسات العلميه والبحثيه لياخذوا مكانهم. وبصراحه هيئه التميز والابداع تعمل حاليا بطريقه متميزه من خلال الاستعانه بالكوادر الشابه للمتميزين لحتى يشاركوا بتاهيل وتدريب طلاب زملائهم الجدد، وهي بنفس الوقت عمليه تاهيل كوادر لتقود هيئة التميز والإبداع علميا وإداريا في المستقبل. فأنت دائما لازم يكون من البناء نفسه أبناء الصرح العلمي لما هن بيقودوا هذا الصرح هذا مستقبلا بيكون كتير رائع، بتكون وصلنا للهدف إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ مالك خلينا نحكي عن إحصائيا، يمكن هيئة التميز والإبداع قديش صارت مخرجة من الشباب والصبايا، وفي دفعات كتير قديمة وين صاروا؟ أكيد يمكن عم تتواصلوا معهم وهيك. أكيد وهذا الكلام اللي كنت عم بحكيه فعلا، يعني بيفخر لما احد طلاب الاولمبياد العلمي بالفيزياء كان بالفريق الوطني للفيزياء. هذا الطالب لما شارك على مستوى سوريا ما اخذ اول على سوريا، اخذ مركز يعني ضمن الخمسه الاوائل، ولكن بدخوله للفريق الوطني بعمليه التاهيل والتدريب، والتدريب دائما بيكون سواء بالجامعات او بالمعهد العالي للعلوم التطبيقيه او بمراكز علميه وبحثيه عاليه، تنمى مهارة العلم ومهارة العلم التجريبي والعملي عند الطالب، فوجد نفسه بهالمادة هاي، اتطور اتألق. كانت دراسته العلمية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، كانت الحصيلة انه هذا الطالب، وخليني اذكر اسمه وله كل التحية، اسمه غدير شعبان نفخر فيه، كان الاول على المركز على المعهد العالي بالسنوات الدراسة الخمس وبمعدل علمي غير مسبوق، يعني كانوا الطلاب مثلا عم يجيبوا بالسبعينات هو دخل على الثمانينات بالمعدل، هذا نتاج الاولمبياد. وهذا الطالب نفس الوقت رجع ليدرب يساهم بتدريب رفقاته بالاولمبياد العلمي بالفرق الوطنيه، وشفناه عم يدرب رغم انه هو كان اختصاصه فيزياء، انا شفت له السنه محاضره لفريق الرياضيات عم يدربهم عم يعطيهم محاضره ولفريق المعلوماتيه. فاذا هي حاله التكامليه يلي حاله التميز واستثمار التميز والتواصل مع المتميزين. حاليا بالمحافظات دائما بتلاقي طلاب الاولمبياد العلمي القدامى هم يدربون بالشراكه طبعا بالتعاون مع الدكاتره يدربون فرق الاولمبياد العلمي، حتى بالسفر على العالمي مع كل وفد في طالب من القدامى لانه بيضل قريب من عمرهم، قريب قريب من جيل، بيحكي لهم تجربته، بيحكي لهم تجربته وبيريحهم نفسيا. وفعلا كانت تجربه مريحه وتجربة مثمرة، وإن شاء الله القادم أجمل. أكيد شو حلو، يعني هي الجو التفاعل بين الطلاب حتى والمدربين. خلينا نقول بالختام شو بتحب توجه أستاذ مالك كلمة للطلاب بهذه الخطوة المهمة والجديدة المقبلين علينا عليها، وخاصة أنه هلأ يمكن بدء التسجيل مثل ما حكينا بالمراكز الوطنية. الكلمة بدي أحكيها، الحمد لله العمل على محاور التميز والإبداع ماشي قدما وبتسارع وبتعددية. خلينا نقول الحمد لله أولمبياد الروبوت سجل مشاركة تجاوزت 80 فريق أو بحدود 85 فريق الـ WRO اللي راح تصير الشهر القادم،
أيضا مشاركة غير مسبوقة للفرق، وهذا دليل الحمد لله ثقة وتفاعلية ونجاح للبطولة بعد ما انضمت لهيئة التميز والإبداع. عندنا حاليا بالنسبة لطلاب الأولمبياد العلمي دعوات ودعوات سورية كلها بالتوفيق لفريقي المناظرات وأيضا فريق الكيمياء، إن شاء الله بيكون نتائج والمعلوماتية على الطريق. بالنسبة لطلاب الناجحين بشهادة التعليم الأساسي بتمنى ما يتوانوا ما يفوتوا الفرصة، لأنه الفرصة بتجي بالعمر مرة واحدة، ومو من السهل الإنسان الشاب أول طلعته يلاقي الجهة اللي بتحتضنه علميا من صف العاشر إلى الدراسات العليا. يعني بيختصر عملية بحدود 15 سنة عمل علمي لما بلاقي في مين عم يحتضنه ويموله ويصرف عليه ويأهله ويطوره. ف يعني بقول ان شاء الله يغتنموا الفرصه، وان شاء الله موفقين كل شباب سوريا، وان شاء الله كلهم هيك نلاقيهم في ميادين التميز والابداع، وتنجح سياسه واستراتيجيه هيئه التميز بعكس التميز والابداع على كل طلاب سوريا بكل مدارس سوريا ان شاء الله. يا رب، واكيد نحن بنضم صوتنا على صوتك اكيد، وكل التحيه لكل الطلاب والكادر التدريسي، ما بدنا ننسى جهودك يلي عم تبذل. نشكرك كثير استاذ مالك. أكيد نتشكرك أستاذ مالك، ونقول بالتوفيق لجميع المتميزين. وشو حلو كلمة التميز، وخاصة أنه الواحد عم يترك بصمة بمستقبله وحياته، فإن شاء الله هيك كل التوفيق لكل المتقدمين والطلاب أيضا اللي عم يكملوا هاي المسيرة. شكرا لك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أما هلأ يا زينب، خلينا نروح ونشوف مع بعض معلومات غريبة يمكن منعرفها ويمكن ما منعرفها بفقرة هل تعلم؟ معلومات غريبة وجديدة منحب نتعرف عليها، ومعلومات منحب نستذكرها ونرجعها لذاكرتنا. هل تعلم أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة كأقصى حد في الوضع الطبيعي؟ أما لو ساد التوتر والقلق فلن يستطيع التركيز أكثر من 15 دقيقة. هل تعلم أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟ لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب نومهم. هل تعلم أن فوق البعوضة حشرة صغيرة جداً لا ترى بالعين المجردة؟ إذا طارت ماتت البعوضة. هل تعلم أن تناول حبة برتقال واحدة تكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسادنا؟ وأخيراً، هل تعلم أن الأطفال يمتلكون 30 عظمة في حين يمتلك الإنسان البالغ 206 عظمة، وذلك لأنها تندمج بعضاً ببعض؟ ليا محطتنا التالية من حمص، على مدى يومين احتضن قصر الزهراوي بحي الحمدية بحمص احتفالية تراثية بعنوان على العتيق، ضمت معرضا وسرعة فنية تراثية. تفاصيل مع مراسلتنا شيرين العلي. انطلاقا من أهمية التراث الثقافي السوري وضرورة التعريف به للحفاظ عليه من قبل الأجيال الناشئة، أقامت الغرفة الفتية الدولية بحمص بالتعاون مع مديرية السياحة وعلى مدى يومين احتفالية على العتيق، والتي أقيمت في قصر الزهراوي التراثي بحمص، وضم معرضا يحوي عشرات الحرف التقليدية وحفلة تراثية ضمت الفنون التقليدية الملوية والتخت الشرقي. كمان مشروع على العتيق كان عندنا هدف انه نحافظ على هذا التراث الثقافي غير المادي كفنون حرفيه وعادات وتقاليد، ونمنع انه تندثر، لانه هذا التراث هو ثروه اقتصاديه للبلد، يعني ومجلب للسياحه للبلد. مشروع مجوهرات يدويه، الاضاءه على حرفه المجوهرات الفينيقيه، حرفه قديمه وعم نحاول نعطيها حقها. عم نستخدم كذا تقنيه بالتعبير عن الأيقونات والآيتمز اللي كانوا يستخدموها الفينيقيين بصناعة المجوهرات. خلال المعرض تمت الإضاءة على 14 حرفة تقليدية بغية الحفاظ على المهن التراثية ودعم أصحابها كالنحاس والمزيك والرسم على الزجاج والنقوش الإسلامية، كما أحيت فرقة دوحة الميماس الحمصية سهرة فنية من تراث الغناء الطربي والموشحات الأندلسية العريقة. هاي مصلحة أجدادي، وهلأ نحن منشارك لأحياء التراث القديم إن شاء الله،
ومنحاول يعني إحياء المصلحة من أول وجديد، لأن حمص بتشتهر بالشرقيات. اللي ماله قديم ماله جديد، بس دائما قديمنا نحن إن شاء الله إن شاء الله هو جديد، لأنه له علاقة بالروح، له علاقة بالوجدان، له علاقة بسمو الإنسان. هذه الاحتفالية التي أقيمت على مدى يومين تهدف للحفاظ على التراث الثقافي اللامادي والتذكير بالحرف القديمة ضمن بناء يتمتع بأهمية تاريخية، فضلا عن تفاعل أهالي حمص المتعلقين بمدينتهم وتراثهم وأصالتهم. من قصر الزهراوي التراثي في حمص القديمة، شيرين العلي، الإخبارية السورية. ومتابعين زينب مع بعض، ويمكن ضمن نشاطات وفعاليات الشام بتجمعنا واستقبال عدد كتير كبير من الفنانين إن كانوا سوريين وإن كانوا لبنانيين. كان في مؤتمر صحفي لفنان لبناني عامر زيان، خلينا نروح نشوفه سوا ومنرجع. أول شيء بتشكر كل القيمين على هيدا المهرجان، محافظة دمشق وغرفة التجارة ووزارة السياحة. صار 8 سنين ما جيت على سوريا. أنا ما تتخيل قديش أصلاً بحب هالبلد وبحب الشعب السوري وبحب أن يكون بسوريا، بس إجاني عروضات أن يكون موجود بحفلات، بس تمنيت على حالي وفضلت أنه أنا فوت من الباب العريض ومن الباب الواسع. والحمد لله هالسنة ثابت أنه أنا بكرة حكون بمهرجان كتير حلو، إن شاء الله حيكون إلي إن الله راد مهرجان تاني بشهر الجاي إن الله راد، وحكمل المسيرة إن شاء الله بسوريا، وإن شاء الله حنكون موجودين على طول. أنا كمان من الفنانين اللي مفضل أكتر إنه الفنان يضوي على أغنية واحدة مش على ألبوم، بس من فترة لفترة خلال 3 سنين أنا ما طرحت ألبوم لإلي، كنت عم نزل سينجل، فحاسس حالي هلأ بحاجة إنه أنا يكون عندي ألبوم. من ضمن الأغاني اللي رح تنزل بالألبوم هي السينجل اللي أنا كنت منزلهم أوريدي من 3 سنين، وحنزيد عليهم ونضيف عليهم بين الأربع أغاني والخمس أغاني جديدة. هلأ نزلت مؤخرا أغنية سنة سنت اسمها، ونزل الكليب من فترة، وحاليا عم ينعرض على الشاشات العربية، ورح يكون إلين الله راد ألبوم يعني بأواخر الصيف. هلأ مشغول شوي بحفلاتي ومهرجاناتي بلبنان وبسوريا ووين ما كان إن الله راد بالمنطقة العربية، وعنا هلأ تحضير لألبوم 6 أغاني إن الله راد، وإن شاء الله يا رب يكون عند حسن الظن مثل ما عملت بالأعمال السابقة إن شاء الله. ليا تستمر فعالية ومبادرة عيون أطفالنا في عيوننا اللي عم تقيمها من المبادرة بتعاون مع وزارة الثقافة ضمن فعاليات مهرجان الشام بتجمعنا. ريم سليمان والتفاصيل. ننزل لتحت مع بعض، ننزل نطلع مع بعض. واحد وين واحد؟ المبادرة عم تاخذ ضم جديد من الأطفال، عم تسلط الضوء للعين. استراتيجيتنا الاهتمام بالأطفال، استراتيجيتنا الأخذ الأطفال لهنا صح لعيشة هني وصحية. المبادرة بالتثقيف والتوعية عم بتروح لأمور وقائية ورعوية وترعى الأطفال، وبتسلط الضوء من خلال كمان نجوم دراما، نجوم مشاهير، نجوم رياضة عم يشاركونا المبادرة وعم يطرحوا بعض الأمور الوقائية على أسر الأطفال اللي هنا موجودين معنا هون، وللأطفال لتجنب الإصابات أو الشكايات البصرية الأخرى. إحنا اليوم بنشتغل إحنا بالمبادرة طبعاً مشان نخلي الأولاد يشوفوا الدنيا أحلى، بنزل لهم نظارات وبخليهم يدربوا مثلاً على أغاني مثل اليوم،
مدربينا نحن على أغاني مشان اليوم الحفلة. نحن ومنعمل لهم يعني فاني داي، يعني منطلعهم منبسطهم منوزع لهم بسكويت منجيب لهم المطرب. انبسطنا وجينا مشان النظارات مشان نصير نشوف منيح أحسن، وكتير انبسطنا اليوم عشان تكون عيوننا طبية وبعدين نلبس النظارات، وعشان ما بعدين خلص عيوننا نعمل العمليات. شركة البر عم تقدم ألبسة نظارات، وبشهر رمضان عملت شيء كتير منيح وقدمت لكل اللي عنده ضعف نظر قدمت لهم نظارات. موز برافو تحت موز ستوب تحت. بعد ما قضينا على بعض الفعاليات والنشاطات يلي عم تصير بسوريا وتحديدا بالشام وتحديدا من مهرجان الشام بتجمعنا، اكيد متابعينا بصباحنا وصلنا لفقرتنا لليوم وهي فقرة الطبية. كثير من السيدات وكثير من الشباب ايضا بضايقهم الانف ويمكن بيطمحوا ليعملوا عملية تجميل للانف، بس عملية تجميل هي معنى تجميل خارجي فقط، إنما يمكن بتترتب عليها تفاصيل داخلية لحتى يمكن يحافظوا على الاستمرارية بالتنفس الصحيح والابتعاد عن الجيوب والعوامل المرافقة إلى الأنف. أيضا رح نحكي أكثر إمتى فينا نخضع لعملية تجميل الأنف وكيف فينا يمكن شو هي الحالات الشاذة يلي ما فيها تعمل عملية الأنف. بصرنا نرحب بالدكتور باسل حمدان اختصاصي بأمراض وجراحة أنف أذن حنجرة. أهلا وسهلا فيك دكتور باسل. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب وجميع الأخوة المشاهدين. شكرا للمقدمة كمان كانت ممتازة جدا. أكيد أهلا وسهلا. يعني مثل ما حكينا أنه كتير هلأ من الصبايا حتى من الشباب صار عندهم هاجس الأنف المثالي أو الجميل، لكن خلينا شوي نحط النقاط على الحروف. هل في حالات ممكن أنه ما يقدروا يعملوا عملية لتجميل الأنف أمراض معينة؟ وكيف تكون يمكن التشخيص الصحيح لعملية الأنف؟ هل هو برأي الطبيب ولا برأي المريضة مثل ما عم بيصير هلأ عم نشوف؟ صباح الخير. تماما. هلا بالنسبه لهذا الموضوع نحن فينا نقول انه اعتماد المريض المرشح لعمليه تجميل انف فينا نقول يعتمد على معيارين. المعيار الاول هو عمر المريض، يعني عمره بده يكون هو اقل شيء عمره 18 سنه. العمر اللي بيكتمل فيه نمو العظام والغضاريف يوصل انف الاستقرار النهائي هو بيكون عمر المثالي او مناسب كمان كجراحه تجميليه بحته منتخبه. اما اذا كان في تشوهات مرافقه لهي الحاله فهذا ممكن يكون في استثناءات عمريه معينه. هلا نحن دائما نقول انه التشوهات الانفيه المرافقه ممكن يكون في لها اسباب، طبعا ممكن يكون الأسباب رضية بالدرجة الأولى خاصة عند بعض المهن الخاصة، ممكن يكون في إلى أمراض أو أسباب وراثية. فينا نقول إنه في بعض التشوهات تكون خلقية ولادية مثل تشوهات الفاشل كليفت، تشوهات الأنف أو انفتاح الأنف على الفم. ممكن يكون فترة ما حول الولادة ظروف الولادة المعينة بتؤدي إلى ردود أنفية بتتظاهر بأعمار لاحقة. إذا في القاعدة المطلقة هي غير يعني لا يوجد استثناءات خاصة أكيد في هذه الحالة، بس العمر المثالي كجراحة تجميلية بحتة تخصصي سبيسيفيك جدا هي 18 عمر الاكتمال العظام والغضاريف. نعم دكتور. خلينا نكفي عند يمكن بتجي المريضة لعند حضرتك وحابة تصغر أنفها، شو أول شيء يمكن الفحوصات الإجراءات النصائح يلي بتقدم لها اياهم، وشو في حالات شاذة أنت ما بتقبل تعمل عملية أصلا؟ تماما. هلا نحن دائما بنقول إنه دائما مفروض يكون بين المريض والطبيب خطة مسبقة وتحول للحالة اللي ممكن تكون موجودة قدامنا، يعني احنا لازم يكون في تواصل فعال يعني وفكرة عمل عن العمل الجراحي المتبع لهي الحالة الأنفية. هلا احنا فينا نقول انه الأنف في خطوط أساسية ما فينا نتجاوزها، طبعا مثلا طول الأنف يكون هو ترد طول الوجه، العرض الأنف ما يتجاوز خط المآقي الأنسي الشفوي، هذا المثلث الغضروفي هو مثلث متساوي الأضلاع. إذا هاي خطوط أساسية عندنا اياها نحن في تجميل الأنف. باقي الامور احيانا ممكن تصادفها انه مثلا بيجي المريض في عنده صوره نمطيه معينه لفنان او مشروع مثل هاي الفنانه فنحن دائما هون بنحطه بصوره وضع انه لا كل انف يختلف عن الاخر، كل فن بالانف هو لوحه بحد ذاته
مفروض الجراح يبدأ فيها لحتى نصل على نتيجة المرضية للمريض. طب كتير بنسمع من الصبايا انه مثلا عملوا عملية تجميل لأنفهم بس ما عجبتهم، فبروحوا عند طبيب آخر للتعديل الخطأ اللي كان موجود. فالطبيب يعني بيواجه صعوبة بالتعديل لأنه التعديل هو أصعب من العملية بحد ذاتها، بالإضافة لأنه أحيانا وأغلب الأحيان عم ينضرب الوظيفة العملية طبعا للتنفس على حساب المظهر الجميل. فخلينا كمان نحكي بالنسبة لهي المواضيع، شو هي الخطوط الحمراء بإجراء عمليات الأنف؟ طبعا هل هو نحن نسميها ريفيجن سيرجري، الجراحة التنقيحية أو الثانوية، هي فعلا تحدي للجراحة بسبب الالتصاقات التندبات اللي بتؤدي بالنتيجة إلى نزوف في ساحة العمل الجراحي. فينا نقول إحنا إنه اختلاطات العمل الجراحي يعني هي بشكل أساسي في هنا شيء اسمه التوزم، نتيجة الردود النسيجية اللاحقة للعمل الجراحي. هاي ما فينا نعتبر اختلاط بقدر ما هي نتيجة منطقية، يعني لازم إحنا نطول بالنا شوي قبل ما نأخذ قرار بالجراحة. النزوف اللي ممكن تكون تالي العمل الجراحي ممكن تكون كمان مقبولة بالفترة الأولى أول 48 ساعة، هي عبارة عن نزنزة بسيطة، إذا هي مقبولة. أما بالنسبة لموضوع التنفس فعلا، هلا نحن الأنف هو ليس فقط جهاز متقدم بالتنفس العلوي، هو طبعا له وظيفة أخرى، وظيفة الشمية بسبب مستقبلات الشم الموجودة بأعلى سقف الأنف. كمان هو له دور في مصب القناة الدمعية الأنفية، هو أيضا بيتلقى مفرزات الأنف والجيوب قبل وصوله إلى البلعوم. صحيح. هلا نحن أكثر عائق عم نشوفه بالناحية الوظيفية التنفسية في عنا ثلاث أمور نحن ندرسها بهذا المجال. المقاومة التنفسية موجودة ب 30 ل 50% من الحالات على مستوى الوتيرة وعلى مستوى دسام الأنف وعلى مستوى القرينات الأنفية. دسام الأنف هو عبارة عن زاوية موجودة ضمن الأنف طبعا ما بين غضروف الوتيرة والغضروف الجانبي العلوي. هاي الزاوية مفروض تكون بين 5 إلى 15 حتى تعطي النتيجة المثالية. بعد الجراحات فعلا نصادف التصاقات بهي المنطقة، استئصال جائر بهي الحالة، ففعلا بحاجة لإصلاح ثانوي. بس لا ننسى أنه أحيانا بعد الجراحة في عنا وزمة لابد انه نتريس قبل اتخاذ الجراحة الثانوية. نعم دكتور، بيقولوا انه بعد 6 شهور او بعد سنة لحتى ياخذ الانف شكله الحقيقي مثل ما بيقولوا لحتى تروح الوزمة، هل ايضا التنفس كمان بده هالقد وقت ولا ببين قبل اذا في مشكلة بالتنفس؟ هلا حتما الوزمة الموجودة بتؤدي الى نقص التنفس او نقص بالشم بآلية نقلية، يعني منبه الشمي ما راح يوصل للمستقبلات الحسية بفعل الوزمة. اذا لا الزمن محترم جدا. هلا احيانا بيكون الجلد سميك شوي، السكين سيك، هذا بيعطي نتائج بتتاخر اكثر من 6 شهور، ممكن تم لسنه حتى. اذا ما في قاعده مطلقه بس دائما الوقت محترم بهيك حالات. طب خلينا نحكي عن حاله كثير بنشوفها، الاولاد الصغار كثير مثلا بيتعرضوا لحوادث، ممكن يقعوا على انفهم يكسروه. بهي الحاله انت مع ترميم الانف يعني انه اصلاح الرد ولا اذا كان بيحتاج لعمليه ممكن يكون في عمليه استثنائيه؟ زائد انه احيانا ترك المشكله بيؤدي لانحراف وتيره وبيؤدي لصعوبة يعني مشاكل كثير، وانحراف الوتيره يعني دائما الناس بتقول بعد فتره بيرجع، فصحح لنا المعلومه. هلا صراحه بالنسبه لموضوع كسر الانف انا دائما بقول انه لابد من تقييم الكسر، نحط ببالنا انه ممكن يخفي وراء ازياد جديده واوسع على مستوى قاعده الجمجمه والوجه. لابد من دراسه مفصله للمعقد الوجهي الفكي، المعقد الوجهي الوجني، احتماليه يكون في وجود ورم دموي على حاجز الوتيره قبل ما نقيم الكسر. هلا طبعا في عندنا حاله وزميه راح تكون موجوده قبل تشكلها، ممكن الاصلاح يكون مباشر اصلاح الكسر يعني. اما اذا تشكلت الوزمه لا، راح يكون هذا الاصلاح مؤجل لخمس الى سبعه ايام قبل تشكل او تثبت العظم بشكل دشبز عظمي ليفي. هلا نحن بنقول انه اذا كان الانسداد التنفسي شديد جدا وبالتالي الطفل ممكن يدخل بحلقه مغلقه من انحراف الوتيره او صعوبات التنفس والتهاب الجيوب لابد من اصلاح اسعافي. مزبوط. علما انه نحن ممكن هذا الشيء ناجله لعمر 18 لحتى ممكن يحتاج اصلاح لاحق، لكن نحن نكون بالاساس حمينا الوظيفه التنفسيه وحمينا المريض من اختلاطات التالي لصعوبات التنفس. تمام دكتور، خلينا نحكي عن يمكن انه هاي الحاله خلص مستحيل تعمل لها عمليه تجميل لو شو لو قد ما اصر عليك المريض، في هيك حاله؟ انا راح حتى ضمن حاله الانف المحقق للمعايير التجميليه. هلا خلينا نحكي تجميل بعدين يمكن بوظائف الانف. تمام، خاصه برجع بقول لك اذا كان المريض يعتبر وجهه يتناسب مع وجه انف فنان اخر او مش فهون ندخل بهاي الحلقة. مثل ما قلت لك التواصل الفعال مع المريض يعني في حالات بيقولوا إذا يمكن كان
العظم سميك، اذا كان اللحم سميك او شيء ما بيستفيدوا، او في عالم بيرجع بيتجدد الانف بيكبر اكثر، وخاصه ان كان الانف من الاعضاء اللي هي تضل تكبر على نمو دائم، في هيك حالات بتبين قبل العمليه؟ هو الانف السميك او جلد السميك يخفي الاصلاح الانف الهيكلي المجرى. يعني احنا اذا اصلحنا هيكليا الانف والعظام والغضاريف وكذا ورجعت غطى بجلد سميك، النزائج ما بتظهر بشكل صريح. هاي الحاله مزبوط موجوده بشكل عام في بعض المجتمعات، بيكون جلد سميك فما بيظهر بنتيجه النتيجه كثير مزبوطه. صحيح هاي الحاله فعلا مضاء عليها بشكل جيد. طب خلينا نحكي دكتور، كثير بنسمع بالمجتمع احاديث عم يقروها على مواقع التواصل الاجتماعي اخر ما توصل اليه الطب بتصغير الانف بدون عمليات جراحيه بتخدير موضعي، يعني في كثير تماما. فخلينا نحكي كمان عن هي الاساليب، هل هي عليها خطوره فيها خطوره، او الاصح لعمليه تكون وظيفيه وشكلا هي العمليه الجراحيه؟ هلا نحن بنقول انه الجراحه تؤمن النتيجه الطويله طويله الامد، هي جراحه اعطت نتائج على المدى البعيد، اما الاصلاحات بموضوع الفيلر او المواد المالئه هي اصلاحات مؤقته، بيكون في بعض الحالات مثلا تشوهات سرجيه للانف نتيجه استئصال جائر سابقا او رض او حادث سير، فبيكون في عندنا هون شيء اسمه سدل نوز، تشوه الانف السرجي. المواد المالئه هي مواد مؤقته، الجسم بيمتصها بشكل بطيء لفترات معينه. الجراحه فينا نقول هي اللي بتعطي النتيجه على المدى البعيد. فينا نستخدم نحن طبعا طعوم من العظم او من الغضاريف الاضلاع او من غضروف الاذن القوقعه لحتى نحصل على النتيجه المرجوه. نعم، دائما بيترافق وجع الراس مع يمكن جيوب الانفيه، بتلاقي يمكن دائما اي حدا بيعمل عمليه اذا كانت ناجحه بيخلص من وجع الراس، هل هالشيء صحيح والناميات والجيوب رح يرجعوا يطلعوا بعد فتره؟ بالنسبه لموضوع الصداع هو طبعا نتيجه نقص الاكسجه الدماغيه، فبيصير سوء بتهويه الجيوب فبيؤدي طبعا الى الصداع. الصداع هو نتيجة حقيقية، يعني هو شفاء منه بعد عملية الأنف، حالة مؤقتة ولا مستمرة؟ طبعا الصداع هو بكان بكل الأحوال هو جزء من الألم التالي للعمل الجراحي، أي عمل جراحي هو بالأخير رد، إذا يترافق أو يتلو هذا الحالة ألم معمى مو بس صداع بالرأس يعني، فلابد تماما من أنه العمل الجراحي يتلوه اهتمام، يتلوه متابعة، يتلوه استخدام. لا قبل 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 العمل الجراحي الصداع ممكن يكون نتيجة سوء تنفس الأنف تماما، بس الناحية الجمالية ما بتأثر على الصداع أكيد يعني. إذا هي ممكن تترافق التجميل مع ناحية وظيفية قبل طبعا إذا كان في حالة صداع. نعم دكتور، يعني دائما كمان كل اللي بدهم يعملوا عملية لتجميل الأنف أو للوتيرة بيعملوا بالمرة تجميل الأنف، دائما يعني توقعاتهم ما بتكون نفسها بعد العملية. هون دور الطبيب للحديث مع المريضة او اقناعها بالشكل يعني الطبيعي الاقرب للطبيعي مو المصطنع، لانه نحن هلا مثل ما عم نشوف يعني عم نشوف بلاستيك، ما عم نشوف بقى هالوجوه الطبيعيه، واحيانا الغلط الصغير هو جمال بحد ذاته. فخلينا نحكي كمان عن هي الناحيه، علاقه الطبيب مع المريضه وانه يحطها بصوره الوضع. تماما، نحن دائما بنقول انه قبل العمل الجراحي مفروض نترك المريض يحكي بلغته طبعا شو ملاحظاته على الانف، الحدب العظميه، انحراف المحور، مشاكل تنفسية. نحن وظيفتنا كأطباء نترجم هاي اللغة الطبية لغة المريض إلى لغة طبية تماما، ونشرح للمريض النتائج المرجوة أو اللي ممكن نحن نحصل عليها. فبهذا الحالة نحصل على النتيجة المثالية، إذا ما قبل العمل الجراحي والعمل الجراحي وما بعد العمل الجراحي كلها خطة وظيفية متكاملة. نعم دكتور، أكيد يمكن الأنف صار أسهل لعملية تجميل، أو يعني كل الصبايا هو أخذت إيدهم على الأنف. بالنسبة للمواد المالئة مثل الفيلر مثل البوتوكس يلي أو مثل قلب الشفة أو غيرها وغيراتها، تنصح فيها أو يمكن هي ضمن مشروع عملك بتكون؟ هلا أكيد نحن بنحترم رغبة المريض أكيد. يعني المريض لما بيطلب شيء معين نحن لازم وظيفتنا نشرح له العمل الجراحي أو الخطة المرجوة، شو سلبياتها شو إيجابياتها شو النتائج المرجوة. طبعا أكيد رغبة المريض هي أساسية عنا نحن طبعا، ومثل برجع بقول لك ترجمتها للغة طبية ضرورية جدا. طيب دكتور، يعني كثير من الإجراءات الطبية بعد العملية اللي بتقوموا فيها للأنف مثل الجبيرة، الفتايل، أحياناً التوزمات، الأدوية المضادة للوزمة، في إجراءات معينة، هل أحياناً يمكن خلل بالتعليمات
التعليمات للأطباء ممكن يأثر على شكل الأنف لبعدين؟ تماما، برجع بقول لك كلها خطة متكاملة. إذا نحن بعد العمل الجراحي في مجموعة توصيات نحن بنعطيها للمريض. أنا بنصحه مثلا أنه لما يكون بوضعية الاستلقاء رفع القسم الرأسي من السرير 45 درجة. بنصحه ما يطرد أشعة الشمس المباشرة كتير لأنه هي بتأخر من زوال الوزمة. تجنب الرضوض خاصة أول شهر، الجبيرة تحمي لكن هي ليست كل شيء. نظارات مثلا نمنعها شهر كامل. كلها أسباب رضية ممكن تأثر على نتائج العمل الجراحي. إذا ما بعد العمل الجراحي في توصيات مهمة جدا. نعم. بقدر أهمية العمل الجراحي بحد ذاته. نعم دكتور، بعد فترة من عملية تجميل الأنف يمكن بصير في أصوات بتطلع من الأنف مثل صفير، مثل نفس مانو صح. خلينا نحكي من شو هي بتصير. هلا بعد العمل الجراحي أكيد في شيء اسمه complications أو اختلاطات ممكن تصير فعلا. هلا الصفير يشير إلى وجود انسقاء بحاجز الوتيرة، يعني إذا كان الغشاء المخاطي أثناء العمل الجراحي يتمزق بجهتين متقابلتين هذا الشيء ممكن يختلط لاحقا بصفير نتيجة وجود انسقاء بحاجز الوتيرة. أما بالنسبة لتأثير التصويت فهذا الشيء ممكن نتيجة تأثر وظيفة الدسام الأنفي، هاي نحن نسميها الخنة المغلقة. نعم. نتيجة المقاومة التنفسية الهوائية والتصويت فبيعطي هذا. هاي الحالة إمتى بتكون خطيرة؟ ممكن تكون لما تطول الحالة، يعني إحنا ما نكون الوزمة راحت تماما، الغشاء المخاطي رجع لوضعه الطبيعي، المفرزات الأنفية والقشور التالية للعمل الجراحي زالت تقريبا، الفحص المباشر أظهر هذا الشيء، فهذا اختلاط. نعم. حدث يعني. يعني دكتور خلينا كمان نحكي شوي عن الأخطاء الشائعة بالنسبة لعملية تجميل الأنف. وهل أنت مع أنه مثلا الصبية تعمله مرة وثنتين ثلاثة وأربعة للأنف حتى يزبط مثل ما بدها؟ الأخطاء الشائعة اللي عم نشوفها أكثر شيء هي عدم الرضا. عدم الرضا طبعا نتيجة أنه برجع بلك هي عبارة عن لوحة بيبدأ الجراح فيها. طبعا كل جراحة ممكن يتلوها تعديلات بمراحل لاحقة حسب الحالة. طبعا كل حالة في إلى خطوط معينة. قد إيه لازم بين كل عملية وعملية يكون؟ 6 شهور أو سنة تقريبا. 6 شهور أو سنة إلى حد بعيد. نعم. لازم يكون حتى يستقر الأنف بشكل نهائي. نعم دكتور، قبل ما نختم نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل حدا عم يتابعنا؟ تمنياتي طبعا لكل الأخوة الأمرضى والمراجعين بتمام الصحة والعافية. وعالم التجميل هو عالم كبير كتير، نتمنى لهم التوفيق جميعا وتمام الصحة والعافية للجميع. شكرا لكم كتير كتير. شكرا لك دكتور يعني على كل المعلومات اللي عطيتنا اياها، ونتمنى يعني من كل الصبايا يحبوا الجمال بس يحبوا حالهم كمان بالبداية. شكرا لك. يعطيكم العافيه جميعا. شكرا كثير لك دكتور. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتي علا ابو خضر. صباح الخير يا علا. يسعد صباحك ليا وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزين لاهم واخر الانباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية بأن وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت برمايات مدفعية مواقع ومناطق انتشار إرهابي تنظيم جبهة النصرة وما يسمى كتائب العزة في محيط مورك وكفر زيتا واللطامنة والجبين وحصرايا بريف حماء الشمالي والشمالي الغربي. وإلى الجنوب من مدينة إدلب وجهت وحدات من الجيش ضربات صاروخية على مواقع الإرهابيين ودمرت نقاط محصنة لهم في محيط مدينة معرة النعمان، إضافة إلى مرابط هاون ومنصات إطلاق صواريخ. قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا تعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام في سوريا والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها والمسي بوحدة وسلامة أراضيها. وأضاف المصدر إن سوريا تؤكد مجددا رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية والتي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد على أن حل الأزمة في سوريا يمر عبر استعادة سيادتها على أراضيها والقضاء على فلول الإرهابيين فيها. لافروف قال إنه على المجتمع الدولي أن يسهم في الدفع بالعملية السياسية في سوريا إلى الأمام، مشددا على أن هذه العملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن جريمة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة تأتي في إطار تمرير ما يسمى صفقة القرن. وأشار السيد نصر الله إلى ضرورة وقف تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنها الورقة الأبرز للضغط عليه. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أنه سيتم البدء بإنشاء المحطة النووية الثانية في بوشهر خلال النصف الأول من آب المقبل. صالحي أوضح أنه سيتم الشهر القادم البدء بصب الأساسات في المحطة، ووفقا لخطة السنوات الست المقبلة ستكون المحطة الثانية جاهزة للتشغيل. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك ليا. نعم، شكرا كثير لك زميلتنا علا. وهلا اكيد متابعين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، ووصلنا لفقرتنا الاخيره يا زينب. ليا، فقرتنا الاخيره رح نحكي فيها عن الجديد بفعاليات الشام تجمعنا، المهرجان الذي يقام للعام الثاني على التوالي. للتفاصيل بدنا نرحب بضيفنا الاستاذ ابو الهدى اللحام، عضو مجلس غرفه تجاره دمشق، رئيس لجنه الاشراف على المهرجان. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك استاذ ابو الهدى، يعني شرفتنا بالبدايه. يعني مهرجان الشام بتجمعنا للسنه الثانية على التوالي عم يقام بحديقة تشرين مثل ما عم نغطيه إعلاميا بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن أصداء المهرجان بعد مرور فترة من الزمن منيحة. يعني أنا من رؤيتي المدققة للمشروع هذا، ازداد عدد الناس الراغبين بالحضور، ازداد عدد الزوار، ازداد عدد الزوار حتى من الدول المجاورة كمان، في كتير صار بالنسبة لهذا. وبعتقد مرحلة أحسن ومرحلة أفضل، وكمان عم يحقق نتائج اقتصادية جيدة جدا واجتماعية وفكرية. خلينا نحكي لك عن جدول المهرجان، شو الفعاليات المشاركة، خلينا نحكي عن الحفلات أيضا المقامة فيه. المهرجان هذا بيشمل اقتصادية، اجتماعية، ترفيهية، وكلياتهم هدول مشتركين سوا بإخراجه إخراج جيد جدا، والناس كل ما عم تزداد زيارته. وأنا من يومين زرته مرتين ثلاثة، عم شوف إنه في زيادة كتير كتير بعدد الزوار، وعم يتمتعوا الناس والأطفال، والبرامج المحطوطة له برامج تشمل كل المستويات من الأعمار. لذلك بتشوفي الولاد كتار، الشباب كتار، المدققين كتار، وهذا يعتبر نواة لكل معارضنا. هالمهرجان هذا يعتبر مغذي أساسي لمعارضنا القادمة اللي عم تقيمها سوريا بكل الاختصاصات. نعم، يعني في أقسام عديدة، في القرية الرياضية، القرية السينمائية، في شارع الأكل، في المسرح، يعني بكل قسم في دراسة واضحة وخطة واضحة لاستقطاب أكثر عدد من الناس واستقطاب كل فئات المجتمع. خلينا نحكي عن هاي النقطة، كيف بيتم دراستها وتطبيقها على أرض الواقع. هاي هلأ إذا بترجعي لنشاطات هالمناسبة هاي، أول بتلاقي انه في عنا مكتبات، في عنا سينمات بالهواء الطلق. نعم. عنا مسرح مستمر بعطائه وببرامجه وببرامج مميزة، يعني حتى بفنانين مميزين. وعنا كمان مشاركات اقتصادية في سوق البيع وسوق الانتاج وسوق كل حتى سوق المهن اليدوية وتشجيع اليد العاملة والصناعات اليدوية وتشجيع اليد العاملة. وبعدين حتى في عرض لمنتجات جديدة أنشئ نتجت بالعام الماضي أو العام اللي سبقه، كلياتها معروضة هون، وعم تخلي الناس تطلع على منتجاتنا. وحتى المستهلك المحلي صار مؤمن أكثر إيمانا بالإنتاج المحلي، وصار المعرض عم يعطي هالمناسبة هي عم تعطي كتير نتائج وبتغذي السوق بالمستقبل. وأنا شفت كمان كتير من أصحاب المحلات اللي مشتركين بالسوق البيع اللي هو ضاعف عدد المشاركين فيه، وبورشات الخدمات كمان، بورشات بالمطاعم، بالفنادق، بكل شيء كلياته هاد
عم يلعب دور كبير بإنجاح هذا المؤتمر. نعم. هذه المناسبة. طب خلينا نحكي أستاذ يعني أبو الهدى، هذا المعرض للسنة الثانية على التوالي، هل في مشاكل يمكن تعاملتوا معها كانت بالسنة الأولى، هالسنة يمكن تفاديتوها وتعاملتوا معها، هل حسنتوا بشيء؟ شو ميزات المهرجان بالعام الثاني؟ أول وحدة كل أكتر الخدمات اللي عم نقوم فيها مجانية، حتى سعر الدخول للمعرض أو رسم الدخول للمعرض رسم كتير زهيد، هو 200 ليرة على الشخص الواحد، 200 ليرة للشخص، وهذا بيساهم يعني بيسهل عملية دخول عدد كبير وأكبر من الزوار. وكمان احنا لاحظنا كتير شغلات تتعلق بالناحية الصحية، أمناها من ناحية الخدمات الصحية كمان قدمناها، من ناحية التأمين والأمن كمان هذا صحيا شركات خاصة وشركات أمنية خاصة وشركات، يعني المواطن عم يفوت لهون مثل كأنه موجود بمنطقة بتقربه ووثيق الصلة فيها، لذلك عم يفوت بإطمئنان هو وأولاده وعائلته كاملة. بعدين الألعاب عم تسترعي انتباه الأطفال كله وعم تغزيلهم، وخاصة أجا بفترة عطل المدارس. هالمهرجان هذا أخذ كتير من الشباب ومن الطلاب ومن الزوار. نعم أستاذ، يمكن كل حدا بفوت على حديقة تشرين ما شاء الله بيضيع أدمانة كبيرة وضخمة، اليوم أنتوا شو عاملين لحتى يستدل الواحد على جناح، لحتى يستدل الواحد على قسم أو على مكان هو بده يروح عليه، وإذا في مكان بعيد بيسوق لمادة إن كانت اقتصادية وإن كانت صناعية كيف بتسوقوا له؟ وإذا كان يعني حتى لو كانت بمنطقة كتير بعيدة يمكن تنظلم على حساب تفاصيل تانية. نحن عندنا أكشاك للمعلومات بس قليلة السنة، كمان ما كانت كتير كافية تعطى information، ما كانت عندنا كاملة كتير، ولكن يعني ناخد احتياطاتنا بالنسبة لأنه كبر المشروع كتير المشروع وبيحتاج إلى تحضير. الشيء اللي واجهنا السنة هاي من عقبات أنه الفترة اللي قدرنا نحضر فيها لهالمعرض هذا قليلة شوي، وكان في معارض سابقة انتظرناها حتى تنتهي من عروضها، خاصة معرض الزهور اللي كان بنفس المكان وتقريبا المدة أو مدتنا فترة كثير، لذلك يعني كمان نتلافاها هاي. بالنسبة للخدمات الصحية حنطورها أكثر بكثير، خدمات المعلوماتية حنساويها أكثر بكثير، يعني نستفيد من المعرض بهالمناسبة هاي بكل الناحية الفنية وتطويره للمستقبل. نعم. نحن بدنا نشكرك كثير أستاذ أبو الهدى على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله هالمهرجان بيكون كمان في له نسخة ثالثة ورابعة ودائم، وبدنا نقول كمان كل الشكر لكل الجهود المبذولة لإنجاح هالمهرجان. أعرف التجارة مقررين إنه نبتدي دورتنا من بعد انتهاء هذا المعرض للتحضير للمعرض القادم. نعم. وبشكل أنجح. نعم. كل الشكر لك أستاذ، شكرا كتير لحضورك، شرفتنا. شكرا. ومع حضرتك ختام مسك بيكون خلصت حلقتنا لليوم. بدنا نشكر كل المشاهدين يلي كانوا برفقتنا، أكيد طلعنا عليكم من مكان يمكن من أجمل الأماكن بدمشق وحديقة تشرين. بدنا نتمنى لكم يا رب يكون بقية نهاركم كله خير وبركة ومحبة، وشكرا يا زينب. شكرا لك ليا، وأكيد الشكر موصول لكل مين كان معنا عم يتابعنا بهي الحلقة، وأكيد مندعيهم ليتوجهوا لمهرجان الشام، بتجمعنا فعلا بكل الفعاليات الموجودة فيه. دائما تابعونا 9 الصباح من حديقة تشرين ضمن فعاليات الشام، بتجمعنا لعادة الساعة 1 بالليل. تبقوا ألف خير وباي باي.